كيف تقرؤون ما جاء في تأكيد رئيسي الجمهورية والوزراء على ضرورة إجراء الحوار لحسم المسائل السياسية العالقة؟ هل يمكن أن يعتد بهذا التأكيد ويجري البناء عليه؟ شكرا لكم على الاستضافة. تحية لك سيدي ضيفك ومشاهدي قناتكم الكرام. أنا أعتقد أن الدعوة إلى الحوار من قبل رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يبين بما لا يقبل الشك بأن هناك قلق ينتاب السلطة التنفيذية منها بالتحديد نتيجة هذا الانغلاق السياسي، وأيضا هذا الانغلاق قد يؤدي إلى منحنيات خطيرة، هذا من جانب. ومن جانب آخر يتوافق على أقل تقدير مع ما يطرحه رئيس الجمهورية بالتحديد من ضرورة أن هذا الحوار، أنا لا أتحدث عن الخارطة السياسية القادمة بقدر ما أن الموضوع يرتبط بالعقد السياسي الجديد وهو قد يكون جوهر الإصلاح، ومن ثم طاولة الحوار ما بين القوى السياسية أنا أعتقد أنها قد تحقق نوع من التقارب ما بين الطرفين، لكن ليس على أساس يعني احتكار مؤسسات الدولة من جديد، وإنما الاتفاق على خارطة إصلاح جديدة. لذلك أنا أعتقد أن هذا الاجتماع فيه رسالة إلى القوى السياسية من أن هناك تحديات كبيرة جدا قد تواجه العراق، وبالتالي وجود حوار وإشراك كل الأطراف، هنا لا أتحدث عن فقط القوى السياسية وإنما إشراك كل الفعاليات السياسية في العراق يبدو أمرا يمكن أن يحقق على أقل تقدير نوع من المقاربات لحل أزمات العراق. وبخلافه أنا أعتقد أن هذا الانغلاق السياسي قد يدفع بما لا يقبل الشك إلى عدة سيناريوهات.